هيكون تركيزنا فقط خلال الفترة القادمة على أو الساعة ونص اللي جاية إن شاء الله، هنركز أكتر بقى على الفنيات، وهنشرح لحضراتكم من خلال الشاشة بتاعتنا المتواجدة طريقة اللعب، وليه غير ريني فايلر طريقة لعبه، أو ليه حط لعيب مدافع أكتر منه مهاجم. ده اللي هنتكلم فيه النهاردة خلال الفترة القادمة، ولكن خلينا نبدأ كعادة ملعب الأهلي بجرافيك هذه المباراة. دوري أبطال إفريقيا موسم 2019-2020، مباريات اليوم دور ربع النهائي سبت 7 مارس 2020، سان داونز جنوب إفريقيا سيلاقي النادي الأهلي في بريتوريا في استاد لوكاس ماريبي. أما المباراة الثانية مازيمبي من جمهورية الكونغو والرجاء الرياضي المغربي، بالمناسبة المباراة ستقام أيضا في تمام الساعة 3. الفائز من مازيمبي والرجاء الرياضي المغربي، الرجاء بالمناسبة كان فاز على مازيمبي بهدفين مقابل لا شيء في مباراة الذهاب في المغرب. لو مازيمبي كسب 2-0 أو أكتر من 2-0 سيصعد لملاقاة نادي الزمالك، لو الرجاء اتغلب 1-0 أو بقية النتائج ستؤهل نادي الرجاء الرياضي المغربي لملاقاة نادي الزمالك. أما المباراة الثالثة اليوم وستقام في تمام الساعة 9 ليلا، النجم الساحلي سيلاقي الوداد الرياضي المغربي. في المباراة الأولى الوداد الرياضي المغربي فاز على النجم الساحلي بهدفين مقابل لا شيء، المباراة الثانية إن شاء الله النهاردة في تمام الساعة 9 الفائز من هذه المباراة سيلاقي الفائز من مباراة سان داونز والنادي الأهلي. طبعا كان النادي الأهلي فاز على سان داونز بهدفين مقابل لا شيء في القاهرة. طبعا مباراة أمس 6 مارس مباراة العودة في الدور ربع النهائي، الترجي التونسي بيفوز على نادي الزمالك، ولكن نادي الزمالك يصعد إلى الدور قبل النهائي في دوري أبطال إفريقيا بمجموع المباراتين بعد فوزه في المباراة الأولى على الترجي بثلاثية مقابل هدف وحيد. مباراة اليوم سان داونز والنادي الأهلي إياب دور الربع النهائي تقام في تمام الساعة 3 في استاد لوكاس موريبي في بريتوريا في العاصمة الاقتصادية أو السياسية. دوري أبطال إفريقيا موسم 19-20، النادي الأهلي في مباراة الذهاب في الدور الربع النهائي بيفوز على سان داونز بهدفين مقابل لا شيء، علي معلول نجم النادي الأهلي أحرز هدفي اللقاء. بعض من إحصائيات مباراة الذهاب، 63% كالعادة نسبة الاستحواذ الأكبر للنادي الأهلي، 24 تسديدة للنادي الأهلي وأربع تسديدات فقط لنادي سان داونز، خمس تسديدات على المرمى للنادي الأهلي وتسديدة وحيدة فقط على المرمى بالنسبة لنادي سان داونز، 22 خطأ على النادي الأهلي، 9 على سان داونز، 6 ركنيات للنادي الأهلي، ركنية وحيدة لسان داونز، الكروت الصفراء، كارت وحيد للنادي الأهلي ولا كروت لنادي سان داونز. استحواذ نادي سان داونز في المباراة الأولى كان 37%. تاريخ مواجهات الأهلي وأندية جنوب أفريقيا، أندية جنوب أفريقيا بالكامل يعني 22 مباراة الأهلي بيفوز في 10، بيتعادل في 6، بيخسر في 6، له 30 هدف عليه 22 هدف. أكبر فوز في تاريخ مواجهات الأهلي وفرق جنوب أفريقيا، الأهلي بيفوز على كايزر تشيفز برباعية مقابل هدف وحيد. الهداف التاريخي للنادي الأهلي في مواجهات فرق جنوب أفريقيا النجم الكبير كابتن خالد بيبو 4 أهداف. تاريخ مواجهات النادي الأهلي وسان داونز، لعبوا 7 مباريات، النادي الأهلي فاز في 4 وتعادل في مباراتين وهزم في مباراة واحدة، 11 هدف للنادي الأهلي و8 أهداف استقبلتهم شباك النادي الأهلي. مشوار النادي الأهلي في البطولة الإفريقية، في مباراة الذهاب في دور ال 64 بيفوز على نادي اطلع بره من جنوب السودان برباعية مقابل لا شيء، ثم يعود ويفوز عليه مرة أخرى في مباراة العودة 9 أهداف مقابل لا شيء. في دور ال 32 كانو سبورت بيخسر من النادي الأهلي في غينيا الاستوائية بهدفين مقابل لا شيء، وبيفوز عليه أيضا في القاهرة بهدف 4 أهداف مقابل لا شيء، ليصعد إلى دوري
المجموعات في مجموعة تضم النجم الساحلي وبلاتينيوم والهلال السوداني. في أولى المباريات بيفوز على أو النجم الساحلي بيفوز بفعل فاعل على النادي الأهلي بهدف مقابل لا شيء، ثم في المباراة الثانية النادي الأهلي بيفوز على الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف، ثم بيفوز على بلاتينيوم بهدفين مقابل لا شيء، ثم يتعادل النادي الأهلي مع بلاتينيوم في زيمبابوي بهدف لكل فريق، ويعود مرة أخرى ليفوز النادي الأهلي على النجم الساحلي في القاهرة بهدف مقابل لا شيء، والمباراة الأخيرة الهلال السوداني بيتعادل مع النادي الأهلي بهدف لكل فريق، وبالتالي يصعد النادي الأهلي لدور الثمانية ليلاقي فريق سان داونز ليفوز عليه في الدور الربع النهائي في مباراة الذهاب بهدفين مقابل لا شيء. أما مشوار نادي سان داونز في هذه البطولة، في مباراة الذهاب في دور ال 64 بيفوز على ديو من الكونغو، ديو الكونغولي بيفوز على سان داونز بهدفين مقابل لا شيء، ثم بيعود نادي سان داونز في مباراة العودة ليفوز عليه بأربعة أهداف مقابل لا شيء ليصعد إلى دور ال 32. في دور ال 32 بيفوز سان داونز على كودور من سيشيل بخماسية مقابل لا شيء، ويعود ويفوز عليه في المباراة الثانية 11-1. ليصعد نادي سان داونز إلى دوري المجموعات في مجموعة تضم الوداد الرياضي المغربي واتحاد الجزائر وبترو أتلتيكو. سان داونز في أولى المباريات بيفوز على بترو أتلتيكو بثلاثية مقابل لا شيء، ثم بيتعادل سلبيا مع الوداد الرياضي المغربي في المغرب، ثم بيعود ويفوز على اتحاد الجزائر في الجزائر بهدف مقابل لا شيء، ويفوز أيضا على اتحاد الجزائر في جنوب إفريقيا بهدفين مقابل هدف، ويتعادل إيجابيا بهدفين لكل فريق مع بترو أتلتيكو، وبيفوز على الوداد الرياضي المغربي في جنوب إفريقيا بهدف مقابل لا شيء، ليصعد سان داونز كأول عن هذه المجموعة ليلاقي النادي الأهلي تاني المجموعة الثانية، ويهزم في مباراة الذهاب بهدفين مقابل لا شيء. هداف الفريقين في هذه البطولة حسين الشحات 5 أهداف، صلاح محسن اللي انتقل على سبيل الإعارة لنادي سموحة بأربعة أهداف أيضا، وسبرينو 4 أهداف، وليد سليمان 3 أهداف، علي معلول 3 أهداف، ماديشا 3 أهداف. الأهلي 28 هدف أحرزهم النادي الأهلي منذ بدء هذه البطولة وحتى الآن، من الدقيقة موزعة على 90 دقيقة كالتالي: من الدقيقة 1 للدقيقة 15 4 أهداف، ثم من الدقيقة 16 للدقيقة 30 هدفين، ثم من الدقيقة 31 للدقيقة 45 5 أهداف، 11 هدف يحرزهم النادي الأهلي في الشوط الأول. أما مع بداية الشوط الثاني 8 أهداف بيحرزها النادي الأهلي، وخمس أهداف من الدقيقة 61 للدقيقة 75، ومن الدقيقة 76 للدقيقة 90 4 أهداف، إذن 17 هدف بيحرزهم النادي الأهلي في شوط المباراة الثاني بنسبة أكبر من شوط المباراة الأول. النادي الأهلي استقبلت شباكه 4 أهداف موزعة على 90 دقيقة كالتالي: الشوط الأول هدف وحيد فقط دخل شباك النادي الأهلي في من الدقيقة 16 للدقيقة 30، ثم مع بداية الشوط الثاني هدف وحيد أيضا من الدقيقة 46 للدقيقة 60، ومن الدقيقة 76 للدقيقة 90 هدفين فقط. طيب، أما نادي سان داونز أحرز 30 هدف موزعة على 90 دقيقة كالتالي: من الدقيقة 1 للدقيقة 15 4 أهداف، من الدقيقة 16 للدقيقة 30 6 أهداف، ومن الدقيقة 31 للدقيقة 45 7 أهداف، 17 هدف أحرزهم سان داونز في الشوط الأول. أما مع بداية الشوط الثاني 46 للدقيقة 60 3 أهداف، ومن الدقيقة 61 للدقيقة 75 4 أهداف، ومن الدقيقة 76 للدقيقة 90 6 أهداف، 13 هدف معدل إحراز سان داونز للأهداف في الشوط الأول، أعلى بأربع أو بخمس أهداف من الشوط الثاني. استقبلت شباك سان داونز 8 أهداف خلال 90 دقيقة. في الشوط الأول استقبلت شباك سان داونز 4 أهداف،
هدف في من الدقيقة 1 للدقيقة 15 وهدف وثلاث أهداف من الدقيقة 31 للدقيقة 45، أيضا أربعة أهداف استقبلتهم شباك سان داونز في الشوط الثاني، هدف من الدقيقة 46 للدقيقة 60 وهدفين من الدقيقة 61 للدقيقة 75 وهدف من الدقيقة 76 للدقيقة 90.